السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة لعشاق الشوكولاتة والحلويات الباردة، هنعمل حاجة حلوة هتعجبكم جدا، والناس اللي بتحافظ على صحتها وعايزة تاكل حاجة صحية طعمها حلو جدا، وحتى لو بتعملي دايت تقدري تاكلي واحدة منها او اتنين في الوجبة، يعني بدل وجبة الفطار تاخدي منها واحدة او اتنين. الواحدة فيها حوالي 100 سعر حراري فقط. تعالوا نعمل الطبقة اللي بتكون من تحت. مش هستعمل طبعا اي حاجة مصنعة ولا بسكوت ولا حاجة، احنا هنعمل مع بعض طبقة جميلة جدا. هستعمل فيها نوعية شوكولاتة تكون نوعيتها كويسة، دارك شوكليت. كل ما بتكون نسبة الكاكاو عالي كل ما بتكون الشوكولاتة دي صحية ومفيدة لنا. نقدر نبدأ ب60% وبعدين ناخد 70-80 اللي قدامكم في الفيديو دي 100%، يعني مفيهاش اي سكر خالص. حطيت مكعب من الشوكولاتة 25 جرام، عليه رشة ملح، وفي الميكروويف حوالي يعني 30 ثانية او 20 ثانية كده لحد بس ما يدوب، ما نكترش عليه عشان ما يتحرقش. انا هستعمل في الوصفة كلها 100 جرام من الشوكولاتة، نقدر نستعمل لحد 50 جرام، هنشوف بقى وهقول لكم بالتفصيل. عشان طبعا الطبقة اللي هي من تحت دي ما فيهاش اي سكر خالص، هستعمل التمر. نوعية التمر يكون طري كده، هستعمل 3 تمرات فقط، ولكن نقدر نستعمل الكمية اللي احنا بنحبها على حسب ذوقنا الشخصي. لو انت لسه بتبدأي في الدايت فما تخليش الموضوع صعب عليكي، اعملي زي ما انت بتحبي. ودايما لما تاخدي التمر هيكون افيد بكتير من السكر، ولكن طبعا الكمية نحاول احنا نقلل الكمية بالتدريج، ونخلي التذوق بتاعنا ما يبقاش عالي قوي فيه السكر يعني. فالتلات تمرات دول كده مجرد ان انا قطعتهم صغير وحطيت عليهم الفانيليا، وكمان احط عليهم 1/4 كوباية من جوز الهند، واحط عليهم مكعب الشوكولاتة اللي هو 25 جرام اللي انا دوبته. الكمية اللي انا بعملها النهاردة للتشيز كيك الميني دول هيتعمل حوالي 8 قطع، فلو انت من الاول عايزة تعملي نص الكمية اقسمي كل حاجة على 2، يعني المقادير مش دقيقة جدا، يعني نقدر ان احنا نكتفي مثلا بربع كوب جوز هند لو احنا هنعمل نص الكمية بالظبط. بعد ما قلبت كويس جدا جدا ده شكل الخليط، وحضرت الورق بتاع الكب كيك، وهجيب صينية الكب كيك. انا مش هدخلها الفرن ولا حاجة، ولكن بس هتديني الشكل الجميل. الورق بتاع الكب كيك ده هيساعد ان هي تطلعها شكلها حلو جدا. عشان اسهل على نفسي جبت الورق اللي هو الاسترتش وحطيته على الكوباية كده عشان لما اجي اضغط عليها. ودلوقتي هنحط معلقة كبيرة كده هرمية من الخليط اللي احنا عملناه في كل فتحة من الفتحات، وهنضغط عليها بالكوباية اللي احنا غلفناها بالورق الاسترتش. فالموضوع هيكون سهل ومش هياخد في ايديكي اي مجهود خالص. في دقايق عملنا الطبقة اللي هي السوفليه اللي بتبقى موجودة في التشيز كيك. واحنا دايما لما بنعمل حلويات بنعمل حلويات قريبة من الطعم الاصلي ولكن بطريقة صحية، ومفيش حاجة بتبقى طعمها بالظبط زي حاجة. احنا بنقرب دايما وبنعمل حاجة مرضية لينا، فان شاء الله كده الوصفة دي هتعجبكم ان شاء الله. خلينا نحطها في التلاجة ونيجي بقى نعمل الطبقة اللي هي من فوق. عشان نعمل الطبقة اللي فوق هحتاج للتمر برضو، ومكعب واحد من نفس الشوكولاتة اللي هي تكون شوكولاتة غامقة، وكمان هستعمل الزبادي، ومعلقة كبيرة من الجيلاتين النباتي واللي اسمه اجار اجار في الدول الاوروبية. مهم جدا لو هنستعمل جيلاتين حيواني نتأكد ان هو مكتوب عليه حلال. الزبادي اللي انا بستعمله كامل الدسم، الكمية النهاردة حوالي الاتنين دول فيهم 340 جرام حوالي 200 سعر حراري، وهو كده كامل الدسم. نفس الطبق اللي احنا سيحنا فيه الشوكولاتة المرة اللي فاتت في الميكرويف هحط تاني مكعب وروح الميكرويف وسيحها. يعني حوالي 30 ثانية في الميكرويف. تعالوا نحطه كده في الطبق عشان نحط عليه بقية المكونات، وهو دافي كده على طول. هنحط عليه معلقة كبيرة من الجيلاتين النباتي ونقلب على طول علشان يدوب معنا، والجيلاتين ده هيساعد ان الخليط يكون متماسك جدا معايا وجميل جدا كريمي كده وحلو. جبت 3 تمرات اللي انا هستعملهم وقطعتهم صغير، نقدر نحط كمية اللي احنا بنحبها، وكمان احط الفانيليا والزبادي.
نحط التانية كمان، ولو انتي هتعملي نص الكمية تستعملي طبعا كوباية زبادي واحدة. هي المقادير مش 100% دقيقة، يعني لو كترتي حاجة شوية او نقصتي حاجة الوصفة برضو هتكون جميلة، متقلقيش. طيب انا هقلب كده، ولكن هو عايز يتخلط شوية، فانا هجيب الهاند بلندر عشان اتأكد ان هو ناعم كده وكريمي وحلو، والتمر اللي انا مجرد اللي انا قطعته كده كمان اتهرس وبقى جميل جدا. فحوالي دقيقة كده بالهاند بلندر الموضوع هيبقى بسيط وسهل. ممكن نحطه في اي محضر الطعام لو احنا ما عندناش هاند بلندر، اي حاجة هتخلطه يعني، والخلاط كمان. بس انا يعني مش عايزة الكمية كلها تضيع مني جوه الخلاط واقعد انزله كده بصعوبة، عشان كده دايما بيبقى الهاند بلندر سهل عليا. شايفين الخليط الكريمي ده؟ هو ده اللي هيبقى الخليط اللي فوق. خلوني نحطه كده في اي حاجة بس يكون ايه ليها بوص كده زي ما احنا شايفين، عشان يبقى سهل عليا وانا بنزله. بحاول اقول كل الخطوات عشان الناس اللي لسه يعني جداد في المطبخ او يعني كده يبقى الموضوع عليهم ان شاء الله يكون سهل. سهلي على نفسك وقولي ان شاء الله كل حاجة سهلة، هتلاقي كل حاجة سهلة. تعالوا نحط في كل فتحة من الفتحات، نملى بقى الايه الفتحة دي كلها، وطبعا هو يخش التلاجة فمش هيزيد ولا حاجة حجمه، فما نقلقش نكمل لحد الاخر. يعني غير لما بنيجي نعمل كيك والكيك ده يخش الفرن ويقعد يعلى بعد كده، لا ما نخافش، هو مش هيخش الفرن، هيخش التلاجة. الكمية هتعمل لي 8 قطع. طيب نجيب الاتنين الباقيين، وعلى طول هندخلهم التلاجة. هيقعدوا في التلاجة يعني اقل حاجة يعني 6 ساعات علشان يكون متماسك وطالع معانا حلو جدا. بعد ال6 ساعات تعالوا نشوف شكلهم. قبل ما اطلعهم من التلاجة في خطوة بس عايزة اعملها، ودي اختيارية. احنا لحد دلوقتي استعملنا في الوصفة كلها 50 جرام من الشوكولاتة، هنستعمل دلوقتي مكعب تاني هندوبه عشان نزين يعني نزين بيه، ومكعب تاني هنبشره بالمنظر ده عشان برضو نزين بيه. انا بالنسبه لي الاثنين دول مهمين جدا، لكن انتوا عايزين تلغوهم الغوهم. فالاساسي كان في الوصفه اللي احنا استعملناها كده 50 جرام، ال50 جرام الاضافيين دول زي ما قلت لكم. طيب بعد ما حطيتهم في الثلاجه 6 ساعات تعالوا نطلعهم. ممكن لو احنا عايزين نسقعهم اكتر وبسرعه ممكن نحطهم في الفريزر، مفيش مشكله، ولكن هو الاصل بتاعها يكون في التلاجة طبعا. يعني دي كده هي الكمية، ومجرد كده ما تيجي الورقة بصوا سهلة جدا تشال على طول معايا، والشكل جميل زي ما احنا شايفين. فورق الكب كيك ده خلاها ما تلزقش وخلاها تطلع لي بالشكل الجميل. طيب لو بالفرض احنا ولا عندنا صينية كب كيك ولا عندنا الورق ده، نعمله في اي علبة ومش مهم الشكل. تعالوا نحط عليهم بقى من المكعب الشوكولاتة اللي احنا دوبناه، تزيين كده خفيف. وطبعا هم عشان ساقعين الشوكولاتة دي على طول هتمسك زي ما احنا شايفين كده، ابتدت تمسك على طول عشان بقى الموضوع يبقى كله طعم شوكولاتة في شوكولاتة. اخر حاجة هحطها شوية من الشوكولاتة اللي احنا بشرناها، وزي ما انتوا شايفين انا بستعمل في الوصفة كلها على ال8 قطع دول 100 جرام من الشوكولاتة، ودي كمية مش كتير، ولكن الشوكولاتة زي ما احنا شفنا صحية ومفيهاش سكر خالص، فبالتالي مناسبة للنظام اللي انا عاملاه اللي هو بستعمل كل حاجة بتكون من غير سكر. عايزه بس ازود شويه لان اتبقى معايا، فعايزه اخلصهم عليه. المهم يعني اللي انا كده خلصت اشربهم بقى كده، هاخد واحده طبعا مع كوبايه القهوه الجميله دي. اتمنى ان شاء الله فيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم على خير ومع السلامه.